السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشر منكم مبروكه، الله يدخل علينا هذا الشهر بصحه وسلامه ان شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين. في اطار تحضيرات رمضان نقدم معكم اليوم لي شوسون بواحد العجين جد رائع والحشوه لذيذه واقتصاديه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير. كيف ما شفتوا عندي 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي شويه ديال الملحه كتبقى على حسب الذوق، عندي معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، عندي معلقه صغيره ديال الفلفل الاحمر بابريكا. دابا غادي ناخذ معلقه صغيره ديال السكر، سكر سنيده، غندير ربع معلقه صغيره ديال خميره الحلويات ما يعادل 3 غرام، وغادي ناخذ جوج فرماجات، عندي الجبن، جوج قطع ديال الجبن، غادي ناخذ هنا معلقه صغيره ديال لاموطارد او الخردل، وغادي ندير جوج معالق كبار ديال زيت المائده، كيف ما شفتوا غادي نخلط هاد العناصر مع بعضياتهم بحال غادي نبسس العجينه. غادي نخلط داكشي، من بعد غنزيد كاس واحد ديال الزبده ما يعادل 80 مليليتر خضرت، كنجمع بهم العجين، كنخلط داكشي مزيان مع بعضياته حتى كيدخل كلشي في بعضياته، كيتجانس داك الخليط ديالنا. من بعد غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخل كيف شفتوا، وغنجيب الحليب بارد وغادي نكمل به جميع ديال العجين ديالي. الحليب ما كنسخنو ما والو، من الثلاجه كيكون بارد كنجمع به. العجينه ديالي ما غتحتاج لا لدلك لا والو، غير غادي نجمعها كيف ما شفتوا على هذه الطريقه، كيجيني العجين ما مرخوف مقاسه، وكندخلو في الثلاجه بلا ما وجدت الحشوه ديالي. كناخذ واحد المقيله كندير فيها زيت الزيتون، كنزيد عليه بصيله صغيره مشلضه رقيقه، كنحرك كل شيء. من بعد غادي نزيد البنات الفلفل الالوان، وكيبقى على حساب المتوفر عندكم نتوما، غير فلفلات صغارين. كنخلط داكشي مع بعضياته، كنزيد شويه د الملح، فلفل الاسود كيبقى على حساب الكميه نتوما اللي دايرين، كنزيد شويه ديال الزعتر تقريبا معلقه صغيره الكميه اللي دايره انا، عندي الثوم بودره، وغادي نخلط كل شيء، كنخليهم يتشحروا واحد شويه كيف ما شفتوا. من بعد غنزيد واحد معلقه صغيره ديال الطماطم مركزه، كنخلط داكشي كامل مع بعضياته. صافي البنات، غير هكا كيتشحر. غادي نزيد شويه الحار كيبقى اختياري، وغادي نخليو الحشوه ديالنا حتى تبرد كيف ما شفتوا، غنديروها في واحد طبيصيل، غادي نزيد عليها الزيتون مقطع لعندكم، وغادي نزيد عليها علبه ديال الطون. حشوه لذيذه بزاف، اقتصاديه في المتناول الجميع كيف ما شفتوا. دابا غندوز العجين ديالي، غادي نرش سطح العمل بالدقيق، ومن بعد غادي نسرح العجين كيف ما شفتوا. نشو غادي تلصق، كتعاودوا تزيدوا رشيشه ديال الدقيق عاوتاني. كنسرح العجين ديالي كامل، ومن بعد كنبدا نشكل فيه اقراص. انا خديت هذه القفاله كيف ما شفتوا، وكيبقى الحجم على حسابكم نتوما، كل واحد شنو كيبغي، سواء كبيره ولا صغيره ولا متوسطه. ها هما كيف ما شفتوا الشكل ديالهم، درت متوسطين ماشي صغارين بزاف وماشي كبار، كيجي في الشكل ديالهم زوين.
غادي نصوبهم كاملين ونعجن اللي بقى ليا حتى هو غادي نعاود نصوبو وغادي نشكلو حتى هو ونسرحو ونديرو دوائر باش يجيني ساهل. كنحط كلشي بحال هكا ومن بعد كندير الحشوه ديالي. كنحطها في العجين كامل والحشوه. البنات راه كيف ما قلت لكم كل واحد وشنو تيعجبو، تقدروا تديروا اي حشوه نتوما اللي بغيتو اللي متوفر عندكم. لا بغيتو تزيدوا الفروماج كتزيدوه، ما بغيتوش حتى هو ما كديروهش، غير هكاك غير بوحده راه كتجي لذيذه بزاف. كنكمل دوك الاقراص ديالي ومن بعد البنات كناخذ واحد اصفر بيضة كنبدا ندير به الجوانب ديال العجين باش يلصق ليا ملي كنجمعو. كندور عليهم كاملين صافي. دابا غادي نجمع العجين ديالي بهالطريقه كيف ما شفتوا. نحاولوا ما نعمروهمش بزاف باش يبقى لنا داك الاسباس خاوي اللي غادي نسدو به العجين ديالنا. كنكملوا بحال هكا على هالطريقه العجين كامل صافي. ومن بعد البنات كنعاودوا نشدوه مزيان بالفرشات من الجوانب باش يتلصق لينا مزيان. على هالطريقه كيف ما شفتوا صافي البنات. من بعد دابا غادي ندير العجين ديالي غندهنو من الفوق. درت هذاك اللي كان بقى ليا من الاصفر البيض وزدت عليه معلقه الحليب وشويه ديال الصوص صوجا، وتقدروا تستغناو على صوص صوجا راه ما كانتش عند متوفره عندكم كيف ما شفتوا. وتزيين كيبقى اختياري، انا زينته بالخشخاش نتوما كيبقى لكم الاختيار. هاد لي شوسون كيجيو رائعين والعجين لذيذ لذيذ بزاف والحشوه كذلك. كنسخن الفران على درجه حراره 180 وكندخلهم باش كيطيبو من الفوق ومن التحت كيف ما شفتوا. وهما البنات من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو رائعين بزاف بزاف شكلا ومذاقا. نتمنى تجربوهم وتشاركوهم مع الاصدقاء ديالكم. واللي دخل عندي اول مره وما مشاركش القناه يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل ما هو جديد. ها هما كيف ما كتشوفوا كيجيو محمرين زوينين والعجين هشيش. ما تنسونيش من لايكات وخليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله.